الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فسواه وعدله وعلى كثير ممن خلق فضله وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا أما الكافرون فأعتد لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا يعذبون بأصناف العذاب ينادون ويلا ويدعون ثبورا وأما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نظرة وسرورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فسبحان من بيده ملكوت كل شيء لم يزل ولا يزال عليما قديرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة ليكون للعالمين نذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنامع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا أما بعد فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وأحذركم يوما عبوسا قمطريرا يوم تبلى كل نفس ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تجد نصيرا يومئذ يندم الإنسان ولا ينفعه الندم ويطلب العود إلى الدنيا وهيهات أن يعود ويخرج له كتاب يلقاه منشورا يا ابن آدم من أصبح على الدنيا حريصا لم يزدد من الله إلا بعدا وفي الدنيا إلا كدا وفي الآخرة إلا جهدا ولم يزل ممقوتا مهجورا يا ابن آدم ترزق بالرزق فإن الرزق مقسوم والحريص محروم والاستقصاء شوم والأجل محتوم وقد فاز من لم يحمل من الظلم نقيرا يا ابن آدم خير الحكمة خشية الله خير الحكمة خشية الله وخير الغنى غنى القلب وخير الزاد التقوى وخير ما أعطيتم العافية وكان ربك قديرا وخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللهم اغفر ذنوبنا وامح عيوبنا وأدد ديوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف عاهاتنا واستر عوراتنا وكفى بك مجيبا قريبا عليما خبيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله
والمواظبة على ذكر الله، ألا خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أمطر شآبيب رضوانك، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار رضي الله تعالى عنه، وعمر الفاروق قامع أساس الكفار رضي الله تعالى عنه، وعثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار رضي الله تعالى عنه، وعلي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه، وعلى سيد شباب أهل الجنة الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.